هيدا الجمهور الأول والمفضل بالنسبة لي. علاقة استثنائية تربطني فيه من زمان كتير كتير. ما صار في إلغاء لعدة حفلات، هيدي مقولة ما بعرف من وين طلعت وكيف مشيت. عبير نعمة تنهي جدل إلغاء حفلاتها بسوريا. أنا بركض تغني بسوريا، أنا ما فيك تخيلي محبة الأهل سوريا، يعني أنا قلبي بيكون سبقني. والجمهور السوري كمان كان مشتاق ومتحمس ليحضر حفلة عبير نعمة بوادي النصارى، وحب يفاجئها بالتنسيق مع الشركة المنظمة للحفل بأنه الكل يطلب لباس أبيض موحد كرمز للحب والسلام يلي بيشبهوا صوت عبير. أنا تفاجأت شفت الناس كلها لابسة أبيض، ما كان عندي خبر للحقيقة، كانت مفاجأة لألي هيدي المفاجأة، لا ما كنت عارفة. أنا دايماً منتظر اللقاء مع أهل سوريا، يعني هيك بيكون قلبي عم بدق مليون دقيقة بدقيقة، وفي ليك في عن جد في محبة وارتباط بالشعب السوري بيني وبينه، في علاقة هيك علاقة استثنائية تربطني فيه من زمان كتير كتير، وأنا كل ما أوقف قبالهم بحس عندي مسؤولية كتير كتير كبيرة، وانه مجرد اعرف انه انا بقلبهم هيدا الشيء بالنسبه لي نعمه كثير كبيره. اتس ماي بليس. والنعمه الاكبر كانت باتمام هالحفل ونجاحه بعد ما كان البعض متخوف من الغائه مثل ما صار بحفلات عبير الاخيره بسوريا، وهالشيء خلاها تخرج عن صمتها وتوضح حقيقه هالموضوع. ما صار في الغاء لعده حفلات، هيدي مقوله ما بعرف من وين طلعت وكيف مشيت. صار في الغاء لحفل واحد كان بدمر، كان في مشكل كتير كبير مع البرودكشن وما كنا قادرين، أنا مع اليونيفرسال ميوزك مينا كان في قرار صارم من شركة الإنتاج إنه هيدا الحفل لن ولن يحصل بآخر دقيقة، وهذا الموضوع أنا ما كان فيني إلا ما ألغيه لعدة وعدة أسباب كانت موجودة. الحفل الثاني اللي تم إلغائه هو حفل دار الأوبرا، يلي للحقيقة بعرف قد كان في إقبال على الحفل، وبدل الحفل كان في حفلين وكان ممكن يكون في حفل ثالث، إنما حصل لسوء الحظ الهجوم بحمص، الهجوم على الكلية العسكرية، واضطرينا طبعا إنه نكون بحداد ونلغي كل الحفلات، فما صار في إلغاء لحفلات غير الحفل الأول بدون مرة. وأكدت عبير إنه ما رح تخلي شيء يوقف بوجه تواجدها مع جمهور السوري، ووعدته بتجديد هاللقاء عن قريب. أنا دائما حاضرة، بتعرفي ما في شيء بيوقف بوجهي، يعني قدام الشعب السوري أنا، يعني هيدا الجمهور الأول والمفضل بالنسبة لي، فأنا ما انقطعت عن الجمهور السوري ولا بنقطع ولا يوم. اليوم كانت حفلة من العمر، بتمنى أنه شوف وجوههم خير بكتير حفلات جاية على الأراضي السورية. الله راد والله يعطي سوريا أيام حلوة كلها سلام وحب وموسيقى وفن وجمال.